نظمت تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين مناظرة سياسية حول دور صناديق الاستثمار في المشروعات الاقتصادية، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام مع المتخصصين من التيارات المختلفة والاتجاهات كافة. وناقشت المناظرة عددا من المحاور، أبرزها مفهوم صندوق الاستثمار، وكيف يتم تأسيس صناديق الاستثمار، وكيف يتم تكوين رأس مال الصندوق، إلى جانب مساهمة صناديق الاستثمار في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. هناك صناديق استثمار حقيقية بيكون المقصود بها في الأساس أن يكون هناك تعبئة للموارد من أجل استخدامها في زيادة حجم الاستثمارات. لها مفهومين، لها مفهوم ضيق. مفهوم الضيق الخاص بها هو الاستثمار في سوق الأوراق المالية في البورصة، وده مصر عرفته من سنة 92. بدأ ظهور هذه الصناديق ونظمها قانون سوق المال المصري. لدينا الكثير منها، صناديق زي صناديق البنوك بأنواعها بأسماء مختلفة، بتتلقى من الجمهور أو المدخرين أموال، بتكون فيها محافظ وبيدير محافظ في البورصة. فبيكون المواطن بدل ما بيدخل في البورصة يستثمر بنفسه، هو ما عندوش خبرة، فبيعطي أمواله إلى هذا الصندوق من أجل أن يكون باقة متنوعة من الأسهم بحيث تحقق له ربح. إن دول الخليج عملت مبكرا جدا، يمكن الكويت كانت سباقة في هذا المجال، صناديق اللي هي الصناديق السياسية اللي بتنشئها دول ولديها فوائد. على فكرة يمكن في 50 دولة من اللي عندهم الصناديق السيادية، على الأقل 65% منهم المصدر الدخل بتاعها هو من فوائد النفطية يعني. فده كان الأصل. فالسمعة دي كويسة انك انت انه بلد يعني يعمل حسابه للمستقبل، للأجيال اللي هي، لان الموارد ده نابض مش هيعيش للأبد. فبالتالي سمعة الصناديق بشكل عام جيدة. أول توصية طبعا التشريع ده البداية بتاعتنا. لو تتكلم على صناديق استثمار حكومية، لازم طبعا زي ما قال الدكتور وليد، مسألة توحيد التشريعات ديت، وإن احنا ناخد المعايير الصحيحة في الرقابة. صناديق الاستثمار موجودة في كل العالم، وإحنا لينا تجربة رائدة في صناديق الاستثمار زي ما الدكتور وليد قال، حتى الخاصة. ويمكن في شهر 10/22 السيد رئيس الوزراء عدل لائحة تنفيذية لقانون سوق المال، علشان يحاول كمان يخلي الشركات المصرية والهيئات المصرية وحتى الجهات الدولية اللي هتعمل مشاريع في مصر تستطيع انها تستحدث صناديق كمان جديدة للاستثمار في التنمية المستدامة، في المشروعات تمكين المرأة، في المشروعات التعليمية، في توصيل الحاجات المرافق والمياه وتحلية المياه.